بسم الله الرحمن الرحيم. وقولوا اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، صدق الله العظيم. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، السادة الحضور، أتقدم باسم ملايين العمال بخالص التهاني ببدء ولاية جديدة بعد أن احتشدوا بالملايين مع جموع الشعب المصري إلى صناديق الانتخابات، مجددين العهد ومؤكدين الوقوف صفا واحدا خلف إرادتكم القوية لبناء الجمهورية الجديدة عمادها الإنسان المصري، بعد نجاحكم بفضل الله في تثبيت أركان الدولة والقضاء على الإرهاب. نؤمن معكم أن بناء الدول لا يتم بين عشية وضحاها، بل يتطلب الوقت والجهد والصبر والتخطيط أن يقودنا الأمل دائما إلى مستقبل أفضل وواعد لنا ولأجيال قادمة، وألا نفقد هذا الأمل أبدا مهما كانت الضغوط والتحديات. هذا هو أملنا، وثقتنا في مصر تسير في طريقها بعزم وإرادة تحت قيادة فخامتكم. لا يدرك حجم التحديات إلا جنود مصر الأوفياء. تحية لجيش مصر العظيم الذي أنقذ بقيادتكم الحكيمة كيان الدولة المصرية من قوى الشر والظلام، الذين دفعوا بأرواحهم ضد من حاولوا طمس هوية هذا الوطن وخططوا لنشر الخراب والظلام بين ربوعه. سيادة الرئيس، إن عمال مصر يقفون خلفكم سيادة الرئيس صفا واحدا مؤيدين لموقف مصر الثابت والداعم للشعب الفلسطيني بكل الصور وحقه في إقامة دولة مستقلة على أرضه، ويرفضون في الوقت ذاته الممارسات الوحشية وأعمال الإبادة الجمعية لهذا الشعب. سيادة الرئيس، لقد أخذنا على عاتقنا تحويل خطابكم في عيد العمال الماضي إلى دستور ومنهج عمل. نبدأ بالشكر والتقدير على ما تحقق من افتتاح العديد من المنشآت الصناعية، نأمل باستكمال باقي المشروعات وإنشاء المزيد منها لاستيعاب ملايين من الأيدي العاملة. نشكركم سيادة الرئيس على دعم القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية لإقامة مشروعات كثيفة العمالة وتوطين الصناعات العملاقة وزيادة المكون المحلي. لدعم الصناعات الوطنية ومنها مصنع الغزل والنسيج بتكلفة 2 مليار جنيه لتعود الريادة لمصر في عهد سيادتكم في هذا المجال. سيادة الرئيس، إن عمال مصر يتقدمون لسيادتكم بخالص الشكر وعظيم التقدير على إصداركم لحزمة القرارات الاجتماعية، تلك القرارات التي من شأنها أن تخفف من أعباء موجة التضخم والتي تضرب العالم بأسره، ومنها زيادة الحد للأجور ليصل إلى 6000 جنيه. فخامة الرئيس، إن عمال مصر يأملون في أن يصدر قانون العمل الجديد في الدور التشريعي القادم ليحقق الاستقرار في سوق العمل ويحقق التوازن المطلوب بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، الأمر الذي يؤدي إلى دفع عجلة التنمية. فخامة الرئيس، لقد وفيتم دائما بعهدكم لعمال مصر وكنتم سندا لهم ولحقوقهم، متمسكا بما أنجزوه من مكتسبات خلال الأعوام الماضية. ولهذا فإن عمال مصر قد أجمعوا أمرهم وتوحدت قلوبهم على الوقوف صفا واحدا لدعم مسيرة التنمية والبناء في الجمهورية الجديدة. وفي ظل ما تشهد المنطقة من حروب واضطرابات، وقفتم سيادتكم سدا منيعا أمام كافة محاولات قوى الشر للنيل من أمن واستقرار البلاد، وحفظتم على الأمن القومي المصري بقيادتكم الحكيمة وسياستكم الرشيدة. نعاهدكم سيادة الرئيس أن نبذل المزيد من الجهد والعرق لنستكمل معكم مسيرة البناء والتنمية لتنعم مصر بالرخاء والاستقرار تحت قيادتكم. ندعو الله العلي القدير أن يحفظكم حاميا لمصر، محققا لأمالها في التقدم والازدهار. دمتم لنا قائدا وزعيما. اسمح لي يا سيادة الرئيس أن أتقدم باسمي وباسم الاتحاد العمال لنقابات عمال مصر بدرع تذكاري. شكرا سيادة الرئيس.
السيد الرئيس، الحضور الكرام.